السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. راحيمي على موعد تاريخي جديد قبل مغادرة الرجاء. بعد أبو عميرة الشابي يبعد لاعبا جديدا عن الرجاء. ميرات يقترب من الرجاء. أنصار الرجاء يعلقون آمالا كبيرة على الزنيتي. الشابي يصدم اللاعبين الجدد للرجاء بقرار محبط. مفاجأة، شرط يهدد مشاركة الرجاء والوداد في عصبة الأبطال. كريم الأحمدي، الرجاء فريق كبير متمرس في المباريات النهائية. سؤال المتمرس في المباريات النهائية، لكن قادرون على حسم اللقب؟ اعتبر كريم الأحمدي متوسط ميدان اتحاد جدة أن فريقه سيواجه في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ناديا متمرسا في خوض المواعيد الكبرى هو الرجاء الرياضي، مشيرا في الآن ذاته إلى ثقته في قدرة ممثل الكرة السعودية على حسم اللقب. وقال الدول المغربي السابق في تصريح تداولته وسائل إعلام سعودية، دون شك الرجاء الرياضي فريق كبير ويعرف كيف يقدم مستويات جيدة في المواعيد الكبرى، وهو متمرس على اللعب في المباريات النهائية، وهو ما يتطلب خوض المواجهة بتكتيك متوازن من أجل حسم اللقاء. وأردف، سنكافح من أجل إسعاد جماهير الاتحاد التي زحفت في مباراة الرائد لمؤازرة الفريق، ودون شك الرجاء في المقابل يفتقد جمهوره الكبير، وهو ما يجعل كفة الفوز بالمواجهة متساوية بين الطرفين بنسبة 50% لكل فريق. الاتحاد لعب مباريات قوية في البطولة العربية، ونأمل أن يكمل النمور على نفس المنوال في مباراة النهائي أمام منافس كبير، والفريق قادر على العودة بالكأس إلى جدة. مفاجأة، شرط يهدد مشاركة الرجاء والوداد في عصبة الأبطال. سيكون فريقا الرجاء والوداد الرياضيين لكرة القدم، وأي فريق سيشارك في دوري أبطال إفريقيا مستقبلا مجبرين على تكوين فرق كرة قدم نسائية خلال المواسم المقبلة، وذلك لضمان الاستمرار في المشاركة ببطولات الاتحاد الإفريقي. وقالت صحيفة اليوم السابع استنادا إلى مصادرها، لدينا خطة لتطوير كرة القدم النسائية في إفريقيا خلال الأربع سنوات المقبلة، بدأناها بإطلاق بطولة دوري الأبطال للسيدات، وسنستمر في التطوير حتى تصل تلك اللعبة إلى مكان متفردة بعد أربع سنوات من الآن وفقا للجدول الزمني الموضوع. واختتم المصدر ذاته، من ضمن الخطوات إلزام كل الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بتكوين فرق كرة نسائية مع الحصول على دعم من الكاف لتدشين تلك الفرق، غير أن هذا الأمر لن يتم تطبيقه الآن، وندرس أن يكون تطبيقه من الموسم بعد المقبل، ولكن لم نستقر على التفاصيل حتى الآن. أنصار الرجاء يعلقون آمالا كبيرة على الزنيتي. مثل عدة مباريات شهدت تألق الحارس أنس الزنيتي، فإن جماهير الرجاء الرياضية تعلق آمالا كبيرة على حامي عريان الخضر الذي جدد عقده مع فريقه لمدة موسم واحد، مفضلا الاستمرار مع الخضر الوطنية على الانتقال للاحتراف في الخارج العربي. أنصار الرجاء ينتظرون حضورا قويا للزيتي في المباراة النهائية التي ستجمع فريقه بالاتحاد السعودي، لذلك فالعنكبوت الأخضر سيوضع مجددا تحت الاختبار على أمل أن يقود الفريق البيضاوي للتتويج من جديد. ميرات يقترب من الرجاء. علم موقع راديو مارس أن فريق الرجاء الرياضي بات قريبا من إبرام صفقة جديدة في فترة انتقالات الصيفية الحالية. مصادر الموقع أشارت إلى أن الرجاء قريب من ضم أشرف ميرات لاعب الفتح الناظوري، ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة. بعد أبو عميرة الشابي يبعد لاعبا جديدا عن الرجاء. وضع التونسي سجرد الشابي مدرب فريق الرجاء الرياضي لاعبا جديدا في لائحة انتقالاته الصيفية لرغبة في تعزيز صفوفه بلاعب افريقي جديد خلال مرحلة انتقالات الصيفية.
وكشف مصدر موثوق أن الشابي أوضح لإدارة فريق الرجاء الرياضي عدم حاجته لخدمات المدافع البوركنابي واتار الصميلة لتواضع مستواه، وطلب تعزيز دفاع الفريق الأخضر بلاعب جديد يمكنه تقديم الإضافة للفريق الأخضر خلال الموسم الكروي المقبل. وكان فريق الرجاء الرياضي قد كشف الأسبوع الماضي عن صفقاته الجديدة، وأعلن تعاقد مع كل من محمد ناهيري المدافع السابق للوداد الرياضي، وسوفيا الأزهري من الرشاد البرنوصي، والبوركينابي سامي هايين. وتضغط الجماهير الرجاوية على المكتب المسير للفريق الأخضر من أجل تعزيز صفوف فريقها بلاعبين جدد خلال ما تبقى من الميركاتو الحالي، خاصة أن الفريق الأخضر سينافس على 3 واجهات خلال الموسم المقبل. رحيمي على موعد تاريخي جديد قبل مغادرة الرجاء. بات سفيان رحيمي نجم فريق رجاء الرياض لكرة القدم على موعد تاريخي جديد قبل مغادرته النادي الأخضر خلال مرحلة انتقالات الصيفية الجارية، وأصبح النجم الرجاوي مطالبا بإهداء القلعة الخضراء لقبا جديدا السبت المقبل في آخر مباراة له مع الرجاء أمام اتحاد جدة السعودي برسم نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وسيكون رحيمي على موعد المساهمة في تحقيق اللقب والفوز بستة ملايير سنتيم، والتي ستساهم بشكل كبير في خروج النسور الخضر من الأزمة المالية التي يعاني منها منذ فترة. ويتمنى رحيمي أيضا أن يكون الوداع على إيقاع الأفراح بحصد لقب البطولة العربية. وكان سفيان رحيمي قد أكد في وقت سابق أنه يرغب في إهداء لقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال إلى الجماهير الرجاوية قبل الالتحاق بفريقه الجديد العين الإماراتية خلال مرحلة انتقالات الصيفية الجارية. الشابي يصدم اللاعبين الجدد للرجاء بقرار محبط. فاجأ التونسي سعجرد الشابي مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم الوافدين الجدد على الفريق الأخضر بعدم دعوتهم للانضمام لمعسكر الفريق في مركز محمد السادس استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودية في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكشف مصدر مقرب من الرجاء أن الشابية اعترض على التحاق كل من محمد الناهيري اللاعب السابق للوداد الرياضي وسفيان الأزهري القادم من فريق الرشاد البرنوصي والبوركينابي سامي هايين بمعسكر الرجاء في الرباط. وطلب المدرب التونسي من اللاعبين المذكورين الانتظام في التدريب بمعقل الفريق في الوازيس على أن يلتحقوا بالمجموعة الرجاوية بعد النهائي العربي. يذكر أن الرجاء دخل معسكرا مغلقا بمدينة الرباط استعدادا لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام اتحاد جدة السعودية الذي سيجرى السبت المقبل بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط بداية من الساعة 8 ليلاً.